بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد بقى رقم 2 في الفيميل جينيتال سيستم وهي الفاجينا. وكالعادة هنبدأ بشوية حاجات نورمال وهيستولوجي وفسيولوجي. فاجينا دي يعتبر تيوب فيه فايبرس تيشو ماسكولار، يعني فايبرو ماسكولار تيشو الماسل، هنا طبعا سموث ماسل، بتجوين الانترنال ريبرودكتيف اورجنز بتاعت الفيميل من اول السيرفكس لو عنق الرحم الى الاكسترنال انفايرمنت اللي هو الفولفا او الفيستيبيول اللي هي الاريا بتوين الليبيا ماينورا اللي احنا خدناها قبل كده في الفولفا. الفيميل اف شي از افيرجن، الاوبننج بتاع الفاجينا ده بيبقى كلوزد باي الهايمن، والهايمن طبعا بيبقى فينستريتد تو الاو المينسترال بلاد تو كام اوت. الهايمن ده عباره عن ميوكس ميمبرين، جاست فيري ثين ميوكس ميمبرين اكستندنج انتو الفاجينال. طيب هيستولوجيكالي الفاجينا بتتكون من ميوكوزا، والميكوزا بتتكون اهم حاجه من ستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزنج ابيثيليوم. وهنا الابيثيليوم بتاع الفاجينا بنقسمه الى اللايرز الطبيعيه بتاعه الستراتيفايد سكويموس، بيزل او بارا بيزل اللي هي حوالين البيزل او فوق البيزل على طول، بعد كده في الميد زون، بعد كده السوبرفيش. ليه بنقسمهم كده او ليه بنخص هذا الستراتيفايد سكويموس نان كيراتينايزنج بالثري مين لايرز دول؟ لان ده هنستخدمه في حاجه اسمها الماتوريشن اندكس زي ما هنشوف كمان شويه. مع البلوغ بتبدا الاوفرست بروديوس استروجين، والاستروجين ليه افكت هنا على هذا الاستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم، ان بيخلي هذا السكويماس ابيثيليوم ياخد جلايكوجين، عشان كده بيبان ابيض كلير سيلز. وده هذا الجلوكوجين ابتيك بيتم من خلال او بالسيرفايكال والفاجينا، لان الفاجينا فيها ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم طبعا زي ما احنا بنقول، والسيرفيكس كمان في جزء منه اللي هو الاكتو سيرفيكس في برضه ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. فبالمره زي ما الفاجينا السكويموس ابيثيليوم ياخد الجلايكوجين، برضه السيرفيكس ياخد الجلايكوجين ويبان كلير سيلز كده عشان مليانه جلايكوجين. لامنا بروبيا اللي تحتها في الاستيك فايبرز سموث ماسل، عشان كده قلنا فاجينا فايبرو ماسكولار تيوب، فينز ليمفاتكس وسترومال سيلز، وساعات سترومال سيلز هنا تبقى مالتي نيوكليتد متضخمه شويه وفيها كذا نوع. طيب الفاجينا مشهوره ان في فلورا بتعيش جوه الابيثيليوم وفوق الابيثيليوم، سموها فاجينال فلورا، ريزايدز ان جوه واون في الاوتر موست لاير اوف ذا فاجينال ابيثيليوم. والفلورا دي حاجات كتيرة جدا، أهمهم اللاكتوباسيلس سبيشيس، بتبان زي كده أفرع صغيرة جدا لما بناخد عينة سيتولوجي من الفاجينا، دي اللاكتوباسيلاي سبيشيس. ليها طبعا أهمية لأن أي بكتيريا الفلورا عندنا في الجسم وجودهم بيقاوم الجروس بتاع الباثوجينيك بكتيريا. طيب وفي طبعا أذر فلورا زي ما هنشوف كمان شوية، هنستغرب ان احنا نلاقي الكانديدا كمان one of the normal flora of the vagina في حوالي 20% من الوقت، بس اهمهم واشهرهم اللاكتوباسيلو. طيب نرجع بقى للسؤال، ليه بنقسمهم كده السوبرفيشيال وانترميديات او ميد زون وبيزل او بارابيزل؟ لان زي ما قلنا بنحكم او الثلاثه دول الثري لايرز دول بيحددوا لنا ما يسمى الماتوريشن اندكس. كلمة ماتوريشن معناها طبعا ان النمو والتطور، لان الستفاد سكويمس ابيثيليوم الخلية بتبدأ طبعا بيزل وبارا بيزل وبعد كده بتماتيور لحد ما توصل لفوق خالص في الابيثيليوم اللي فيه كيراتين، فهذا الكيراتينايز لير بتعبر عن الفول ماتوريشن اوف ذا ابيثيليوم، لدرجة ان هم بيفقدوا النواة بتاعتهم ويتحولوا جاست الى كيراتين. فهنا الماتوريشن اندكس في لغة الفاجينا معناها الريشيو بتوين البارا بيزل الى الانترميديت الى السوبرفيشال، بادئين من تحت لفوق لان ده التطور الطبيعي، ده النمو الطبيعي. وساعتها لما بنقيس الماتوريشن اندكس دي بناخد غالبا العينه بتاعتنا والمسحه بتاعتنا من الميدل ثيرد اوف ذا لاترال فاجينال وول، وبناخدها اثناء ما بناخد عينه من عنق الرحم بطريقه اسمها الباب سمير، هناخدها ان شاء الله لما نوصل للسيرفكس. ففي نفس الوقت اللي بناخد عينه سيتولوجي من السيرفكس من عنق الرحم بالباب سمير، بناخد فوق البيع عينه من الميدل ثيرد اوف ذا لاترال فاجينال وول، مسح كده من الفاجينا عشان نبعتها او تتبعت باثولوجي، ونقيس فيها بقى الريشيو بتوين البارابيزل والانترميديت والسوبرفيشال سيلز.
الماتوريشن اندكس دي بنستخدمها عشان نأسس الهرمونال افكت، تأثير الهرمون. والقاعدة بتقول إن وجود هرمون الاستروجين بيزود لنا عدد السوبرفيشال سيلز لأنه بيسرع عملية الماتوريشن. البروجستيرون يزود لك الميديان، الميدزون أو الانترميديات سيلز. لا في استروجين ولا بروجستيرون، نو هرمونز اتول، يبقى الغلبة هتكون للبيزل أو البارا بيزل سيلز. لأن طب ليه بيقولوا عليها بارا بيزل؟ لأن المفروض البيزل الإبيثيليوم ده ما بيقعش، ده هو ده يعتبر ستيم سيلز أو ريزيرف سيلز اللي بتعوض اللي فوق. فغالبا بيقولوا عليها البارابيزل، لان احنا لما بناخد عينه ما بنوقعش البيزل، بنوقع اللي فوقهم على طول، فعشان كده بيسموها البارابيزل. وكل واحده من الخلايا دي لها شكل مميز، يعني السوبرفيشال سيلز دي اصغر نواه واكبر سيتوبلازم، سيتوبلازم ساعات بيبقى احمر كده. الانترميديت النواه اكبر شويه والسيتوبلازم كش شويه بالمقارنه بالسوبرفيشال. البيزل ده بيزل سيلز، يعني يا دوبك ما فيش سيتوبلازم، كلها نواه زرقاء ومحتلية معظم الخلية. فمثلا هنا في لما بناخد هذا الفاجينال سمير عشان نشوف الماتوريشن اندكس في الدي 14 من الدورة، هنشرح ان شاء الله لما نروح للاندوميتريوم المينسترال سايكل والاوفيريان سايكل، بس مبدئيا دلوقتي في اليوم ال 14 من المينسترال سايكل المفروض الغلبة بتبقى للاستروجين. ف ساعتها لو أخدنا عينة في الدي 14 حيث الأوفيوليشن، خروج البويضة من الأوفم إلى الفالوبيان تيوب، الغلبة للإستروجين، والإستروجين المفروض بيزود عندك السوبرفيشال سيلز، فتلاقي أكتر ريشيو، أكتر خلايا موجودة عندك في هذه المسحة سوبرفيشال سيلز، اللي هي رقم 60 هنا مثلا في هذا الإكزامبل. وبعد كده في طبعا بروجستيرون برضو عالي اثناء الاوفيوليشن، فتلاقي الغلبه او في برضو كميه من الانترميديت سيلز بتاعت البروجستيرون 40، ومفيش طبعا خالص بيزنس. مثلا في الدي 28 بري منستر، ده قبل ما يحصل منستريشن، الغلبه بتبقى غالبا للبروجستيرون، فتلاقي اكتر عدد هنا من الخلايا واقعه لك وموجوده عندك الانترميديت سيلز، شويه استروجين سوبرفيشال ومفيش طبعا بيزل او بارابيزل. المينوبوز ده خلاص ما بقاش فيه اي هرمون الاستيميليشن في جسد المرأة، فتلاقي الغالبية كلها بيزل او برا بيزل. هنا مثلا مينوبوز، هنا مثلا مينوبوز مدينا ان البروجستيرون هو الغلبة، البروجستيرون هنا موجود كتير وما فيش استروجين خالص، زيرو، ده في المينوبوز. طبعا في المينوبوز ان ما بقاش فيه هرمون الاستيميليشن في جسد المراه، بتبقى الغلبه للبيزل سيلز. طب ازاي هنا المينوبوز والغلبه للبروجستيرون؟ والله يعني براكتيكال سبيكينج المينوبوز بيبقى بيمر بثلاث مراحل، ايرلي مينوبوز يعني في بدايه المينوبوز، واكتر هرمون بيقل ساعتها الاستروجين، فالبروجستيرون ما بيتاثرش قوي، فتلاقي موست سيلز في الايرلي مينوبوز انترميديت سيلز، بينما السوبرفيشال سيلز بتاعت الاستروجين تقل. دخلنا بقى في المينوبوز، كل ما نتعمق في المينوبوز فزي ما الاستروجين بيقل البروجستيرون كمان هيقل، فتبدأ الغلبة او الاستروجين بقى يقل خالص، بقى مثلا زيرو، البروجستيرون بيقل اكتر. يعني مثلا لو قلنا في الايرلي مينوبوز الاستروجين قل والبروجستيرون ما قلش قوي، فمثلا ماتوريشن اندكس تبقى زيرو الى 80 الى 20 مثلا. دخلنا بعد كده في بوست مينوبوز، بعد المينوبوز، فبدا يحصل بروجريسيف ديكريس في الاستروجين، فال20 اللي كانت في الايرلي مينوبوز بتاعت السوبرفيشال سيلز بتاعت الاستروجين بقت زيرو دلوقتي، وال80 اللي كانت في الايرلي مينوبوز بتاعت البروجستيرون الانترميديت سيلز بقت 50، وبدا يظهر عندك البارابيزال سيلز 50. فهي في البوست مينوبوزال تلاقي الماتوريشن اندكس مثلا بقت 50 الى 50 الى زيرو. وصلنا بقى للليت مينوبوز، حصل بقى كومبليت اتروفي للفاجينال ابيثيليوم، لا بقى في سوبرفيشال ولا بقى في انترميديت، موجود بس البارابيزل او البيزل، فتلاقي الماتوريشن اندكس بقت 100 الى 0 الى 0. ادي مثلا اهو اتروفيك فاجينال ابيثيليوم، كل اللايرز بتاعت الفاجينال ابيثيليوم لوست، فالغلبه للبيزل البارابيزل وزيرو بروجستيرون وزيرو استروجين. في التشايلد برضه ما فيش هرمونز في الجسد التشايلد، لسه الاوفرز ما اشتغلتش، فيبقى برضه الغلبه للبارابيزل سيل. بيوبرتي لا، بدأت بقى الأوفرز تشتغل وتدينا استروجين وبروجستيرون، هنا مثلا يبدأ الغلبة للبروجستيرون ومينيمال استروجين، وشوية يبدأ الاستروجين يطلع ويشتغل. في البريجننسي طبعا بروجستيرون اونلي، فيبقى على الغلبة عندك الانترميديات سيلز،
فبوست بارتم بعد الولادة يبدأ الهرمونز يحصل لها تقل طبعا، والأوفيريان فانكشن بتريتيرنز، فيبدأ عندك الغلبة هتلاقيها غالبا البارا بيزال سيلز، لأن الهرمونز نزلت ولسه الأوفري ما اشتغلتش، لسه الأوفري ما يعني ما قدرتش تفرز بكفاءة الاستروجين بروجستيرون، وتبقى الغلبة للبارا بيزال. طبعا الأرقام دي كلها اكزامبلز عشان نفهم اليوزز اوف ماتوريشن اندكس. اهم حاجه نعرف ان السوبرفيشال سيلز استروجين، الانترميديت سيلز بروجستيرون، والبارا بيزال سيلز ده نو هرمونال اتول. بعد كده نخش بقى على الفاجينال ليجنز، واول حاجه الفاجينايتس زي ما اخذنا الفايتس. زي ما قلنا في المينارك، المينارك ده الفيرست منسترال بيريود، يعني مع البلوغ الاوفرز بتبدا تنشط وتطلع استروجين، والاستروجين ده هو اللي بيخلي السيرفايكال والفاجينال سكويمس ابيثيليال سيلز خصوصا السوبرفيشال، لان دي منطقه السيطره بتاعته، تاخد الجلايكوجين، تبدا تابتيك الجلايكوجين من الدم، عشان كده بتبان كلير سيلز. طيب مع سقوط هذه السيلز، شيدنج اوف دي سيلز مليانه جلايكوجين، فتبقى يعني مطمع للفاجينال ايروبس وانيروبس عشان ينمو ويزدهروا في هذه الميديم اللي مليانه جلايكوجين. وهنا تيجي بقى الفاجينال فلورا مكونه من ايروبس وانيروبس، واشهرهم زي ما قلنا اللاكتوباسيلاي، بس في عندنا الدفترويدز وستريبتوكوكاي وستافيلوكوكاي، كمان كانديدا البيكنز الفنجل حوالي 20% من نورمال اسيمتوماتيك. ضمن الحاجات زي ما قلنا هذه الفلورا بتقاوم الباثوجينيك بكتيريا، ازاي؟ لانها بتاخد هذه الجلايكوجين تتغذى عليه وتحوله الى شوجر، وبعد كده تحول الشوجر الى لاكتيك اسيد، فتعمل لك اسيدك فاجينال بي اتش، نورمال فاجينال بي اتش من 2.5 الى من 3.8 الى 4.5، فمو عندك اسيدك فاجينال بي اتش، والاسيدك فاجينال بي اتش دي بتحارب او يعني وسط غير ملائم لنمو الكثير من الباثولوجيكال بكتيريا، في نفس الوقت بتحدث ميتابلاستيك ترانسفورميشن في الميكوزا، حته اسمها ترانسفورميشن زون ناخدها ان شاء الله في السيرفكس، اللي هو منطقه التقاء الايكتو سيرفكس اللايننج بتاع ستراتيفايد سكويمس كارتنايزنج ابيثيليوم مع الاندو سيرفكس. يعني هو المفروض العنق الرحم كله اندو سيرفكس، كله يبقى كولومنر ميوكاس سكريتنج ابيثيليوم، بس بسبب بقى الاسيدك فاجينال بي اتش وارتباط وقرب الايكتو سيرفكس من هذا الفاجينا، حول الكولومنر ميوكاس سكريتنج ابيثيليوم الى ستراتيفايد سكويمس نان كارتنايزنج ابيثيليوم في الجزء بتاع الاكتو سيرفكس. يعني لما نشوف الاكتو سيرفكس ستراتيفايد سكويمس نان كارتنايزنج ابيثيليوم، ليه؟ لانه لبره، ولان الاسيدك انفايرمنت اللي اتكونت في الفاجينال ميكوزا حولت الابيثيليوم الى ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. ونمشي كده مع الستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم بتاع الاكتو سيرفكس لحد ما نخش جوه، هيبقى اندو سيرفكس طبيعي. هو ده اللي حول الكولومنر ابيثيليوم بتاع الاندو سيرفكس الى سكويمس ابيثيليوم في الاكسبوزد اندو سيرفكس، الجزء اللي مكشوف من الاندو سيرفكس اللي هو هيكمل بعد كده ويبقى اكتو سيرفكس. طيب اشهر الكلينيكال بيكشر بتاعت اي فاجينايتس هتيجي طبعا بلوكوريا، قلناها في الفالفايتس اللي هي فاجينال ديستشارج، لوكو يعني ابيض او ديستشارج، وريا يعني ديستشارج يعني ايه السيلان. Etiology غالبا الفاجينايتس caused by infection. Infections زي بكتيريا فنجاي و even parasites. هناخد أشهر ثلاث أسباب للinfectious vaginitis. نبدأ بالكانديدا albicans أو الكانديدال vaginitis أو مونيليال vaginitis. مونيليا ده الاسم القديم بتاع الكانديدا، وما زال لما اقول مونيليا 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 الانفكشن غالبا برمز الى الكانديدا الانفكشن في الفاجينا، لكن الكانديدا في اي مكان تاني غالبا ما نقولش عليها مونيليا. مونيليا ده الاسم القديم بتاع الكانديدا، ما زال مرتبط بالانفكشن اوف فاجينا والدكان. بيمتاز هنا طبعا في اي فاجينايتس لازم تعرف لون الديسشارج اللي خارج ايه، ده هيساعدك جدا في الدايجنوز. هنا طبعا كعاده كانديدا البيكنز ابيض، وبالتالي الديسشارج هيبقى وايت وكيردي، كيردي يعني ثيك جبن هذا الشكل، طالع وايت ثيك ديسشارج من الفاجينال ميكوز. طيب ايه اللي يخلي الكانديدا تعمل هذا الانفكشن ان كانت الكانديدا واحده من النورمال فاجينال فلورا؟ اذا الكانديدا هنا اتجننت
وفلورشت وبرتعد بسبب تغير في الاميونيتي، disturbed immunity. يا اما الاميونيتي قلت، يا اما لعبت في الهرمونز على راسهم الاستروجين طبعا، يا اما بعض الممارسات يعني البراكتسز. اي حاجه تقلل الاميونيتي زي مثلا دايابيتس، سيستميك انتي بايوتيك ثيرابي، لان حتى هذا السيستميك انتي بايوتيك ثيرابي بيلخبط النورمال مايكرو مايكروبيال فلورا بتاعت الفاجينا، مش بس هيأثر على الباثولوجيك انفكشن اللي موجود في الجسم اللي علشان اديت له سيستميك انتي بايوتيك، لا ده كمان يلخبط النورمال بكتيريال فلورا، ما هي كلها بكتيريا. او اميونو ديفيشنس، في اي حاجه تلخبط الاميونيتي او تلخبط البيئه الطبيعيه بتاعه البكتيريا الفلورا هتخلي الكانديدا تفلورش اب. تاني سبب الاستروجين، هات بقى اي حاجه تزود الاستروجين، لان البكتيريا دي الكانديدا دي بتفلورش جدا في اي حالات الهايبر استروجينيمي او زياده الاستروجين، يعني بريجنانسي، اورال كونتراسبتيز وفي استروجين، او ريسنت ابورشن وكان البريجنانسي هرمونز عاليه. براكتسز معينه زي مثلا انواع معينه من الاكل دايتري، او انواع معينه من اللبس، او السانيتري يعني الفيميلز اللي بتدوش اللي بتجيب غسول للمهبل، غسول مهبلي فاجينال دوش وتستخدمه باستمرار، فممكن برضو هذا الفاجينال دوش يلخبط الايكو سيستم بتاع البكتيريا بتاع الفاجينال بكتيريا الفلورا ويفلورش اب برضو الكانديدا. دايما نقول ان الفاجينا is always cleaning itself، لا تسرف، المفروض الفيميل لا تسرف في استخدام الفاجينال دوشز والغسولات المختلفة بتاعت الفاجينا. طيب يبقى هنا اهم حاجه انه بيجي كيردي وايت ديسشارج، وادي الاسباب بتاعته، يا اما ديكريز لخبطه ديستربت اميونيتي او زياده الاستروجين او بعض البراكتسز. بنشخص ازاي من ضمن ما طبعا الكلينيكال بيكتشر تكفي جدا، لكن لو عايز كمان تتاكد خد فاجينال كلتشر من السواب، خد مسحه من الفاجينا واعمل لها كلتشر، ابعتها للمعمل يعمل لها كلتشر خصوصا من الانتيريور فورنكس او اللاترال فاجينال وول، وساعتها الكانديدا قلبي كان هتبان في الكالتشر الشكل المعتاد بتاعها. طيب السبب الثاني واشهر سبب او من الاسباب المشهوره بتاعت الفاجينايتس، خدوا بالكم فاجينايتس دايما تبقى مذكوره في كتب النساء فالف وفاجينايتس، لان لو التهاب في الفاجينا هيوصل للفالفا وبرضه يعملوا فالفايتس. تاني سبب ترايكومونس فاجينايتس، ده طبعا ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز، هنا بيجي اتشنج عنيف وديسشارج، وهنا ديسشارج مختلف، انا ما جبتش سيره اتشنج قوي، هنا ديسشارج اكتر. الديسشارج هنا بيبقى فيشي، ريحته زي ريحته زفره وحشه، ووتري كتير جدا، على عكس ده بيبقى كيردي ثيك فروثي، عامل زي كده فقاقيع من كتره، وجري جرين ان كلر، لونه جريش او اخضر. هنا الموضوع بقى عنيف، بكتيريا عنيفه، ده كان فنجس ويعمل شويه ديسشارج وبس، هنا بقى ده بكتيريا عنيفه، فالفالفا والفاجينا تبقى فعلا انفليم، تبص عليها تلاقيها فعلا ريد، يعني في ريدنس وهوتنس، وتاخد كمان من كتر الانفلاميشن تفرقع كابيلرز وتعمل بانكتيت هيمورج، ودي قلناها مكانها تراكومونس فاجينالس ستروبيري سيرفكس، تلاقي في بقع حمراء كده في العنق الرحم السيرفكس، هنوصل كمان للسيرفكس بسبب فرقعة كابيلرز بسبب الانفلاميشن العنيف اللي حاصل في حوالي 2% من البيشنت. هذا الانفلاميشن ما يبانش قوي في المرض او في السبب الثالث اللي اسمه بكتيريا الفاجينوزس، فده مميز جدا ان انفلاميشن عنيف يعني مصيب او اخد البلبة والفاجينا ممكن يوصل للسيرفكس كمان، ده غالبا بكتيريا قويه جدا ان هي زي تراكومونس فاجينا. طيب زي ما قلنا تراكومونيزيس، تراكومونس فاجينا دي يعمل جينيتال انفلاميشن، والجينيتال انفلاميشن ده يفتح الباب ان يبقى سهل جدا تكتسب بقى ايدز اتش اي في، او لو انت عندك ايدز وانطبه في ايد جالك كمان ترايكومونيزيس، فهذا الانفلاميشن يسهل عمليه الترانسميشن اوف اتش اي في انتو انذر بارتنر لسكس بارتنر بتاعك. يبقى هنا ديسشارج تيشي ووتري وفروثي وجري جرين، على عكس اللي فوق كان كيرد وايد شورت، هنا في انفلاميشن عنيف، جالك اتشنج والفالفا والفاجينا تبقى انفليمد، والسيرفكس يبقى فيه سترو بيري سيرفك نتيجه رابتشرنج اوف ذا كابيلاريز والبانكتيت هيمورج اللي بتحصل. مشكلته ان هذا الجينيتال انفلاميشن اللي بيحصل بسبب ترايكومونيزيس بيخلي عمليه اكتساب الاتش اي في او الترانسميشن اوف اتش اي في اسهل للسكس بارت.
السبب الثالث والأشهر للفاجينايتس هو بكتيريال فاجينوزس. هنا فاجينوزس ما قلناش فاجينايتس، لأن إحنا لسه قايلين فوق في التراكومونس فاجينالس إن بيبقى فيه انفلاميشن عنيف، على عكس البكتيريا الفاجينوزس اللي ما بقاش فيها انفلاميشن عنيف، عشان كده ما قلتش عليها فاجينايتس، قلت فاجينوز. طيب بدايتها إن بعض اللاكتوباسيلاي اللي هي نورمال فاجينال فلورا بتطلع هيدروجين بيروكسيد H2O2 من ضمن الإفكت بتاع البكتيريا الفلورا، غير ان هي اسيديك انفايرمنت كمان بتطلع هيدروجين بيروكسيد. هيدروجين بيروكسيد ده كان بينهبت الجروس اوف باثوجينيك بكتيريا. في المرض بتاعنا بقى البكتيريا الفاجينوسس بنلاحظ ان اللاكتوباسيلاي اللي بتفرز الهيدروجين بيروكسيد بتقل جدا جدا جدا، وبتبقى ريبليسد بهاي كونسنتريشنز اوف بولي مايكروبيال انيروبيك بكتيريا. انيروبيك بكتيريا متنوعه بتيجي وبتريبليس هذه اللاكتوباسيلاي اللي كانت بتطلع لنا هيدروجين بيروكسيد وتحمينا من الجروس بتاعت هذه البكتيريا. واشهر انيروبيك بكتيريا بتيجي وسط هذه البولي مايكروبيال جاردينيلا فاجينالس. ففي المحصله هذه البكتيريا الفاجينوزس مش يعني it is not caused by just one bacteria زي تراكومونس فاجينالس، بيبقى بولي مايكروبيال كومبلكس اند دايفيرس فاجينال انفكشن، اشهرهم ووسطهم الجاردينيلا فاجينالس. البكتيريا فاجينوز دي بتيجي اكتر للناس اللي عندهم هيومن بابيلوما فايرال انفكشن، تيجي للبوست مينوبوزال وومن، وتيجي للبوست مينوبوزال وومن كمان اللي بتاخد هرمون ريبليسمنت ثيرابي. قال لي نقدر نفسر يعني تفسير البوست مينوبوزال والهرمون ريبليسمنت ثيرابي سهل، لان التغيرات بتاعه الهرمونز اللي بتحصل سواء في المينوبوز او حتى لو مينوبوزال وومن وبدأنا نديها الهرمونز اسمه البروجستيرون هرمون ريبليسمنت ثيرابي في وقت جسمها خلاص اتعود على عدم وجود الهرمونز، فهذه الهرمونال تشينج ممكن تغير الايكو سيستم وتاثر على اللاكتوباسيلاي وتسمح بالنمو بتاع البولي مايكروبيال انيروبيك بكتيريا بتاعت البكتيريا الفاجينوز. ليه الهيومن بابيلوما فاير انفكشن؟ طب هل البكتيريا الفاجينوزس هي اللي تزود الريسك اوف اكوايرنج هيومن بابيلوما فاير، ولا لو واحد جاله هيومن بابيلوما فايرال انفكشن او فيميل يعني تفتح الباب ان هي يجي لها كمان بكتيريا فاجينوز؟ والله ممكن الكلا الطريقتين، لان هم لقوا ان الهيومن بابيلوما فايرال بيزيد جدا في حالات البكتيريا الفاجينوز، يعني لو واحده جالها بكتيريا فاجينوزس وما تعالجتش ممكن كمان تكتسب فوق البي هيومن بابيلوما فايرال انفكشن، ولقوا ان لو واحده جالها وبرده لقوا ان الهيومن بابيلوما فايرال انفكشن البيشنتس عندهم بابيلوما فايرال انفكشن بيزود عندهم احتماليه الاصابه بالبكتيريا الفيجينوز. غالبا لان انت بتلخبط برضو البكتيريا الفلورا واللاكتوباسيلاي، سواء لو جالك هيومن بابيلوما فايرال انفكشن او لو جالك الاول بكتيريا الفيجينوزس ولخبطت البكتيريا الفلورا، فبرضو تضعف اللوكال اميونيتي وتفتح الباب للهيومن بابيلوما فايرال انفكشن. طيب بالاضافه لكده كمان ان الومن اللي عندها بكتيريا الفيجينوزس بيزيد عندها الريسك فور اذر سيكشوال ترانسميتد ديزيز زي الاتش اي في والنيسيريا جونوريا كلاميديا تروكوماتس وترايكومونس فاجينالس. يبقى فوق ترايكومونس فاجينالس كان بيفتح الباب للاتش اي في، بكتيريا الفاجينوزس تفتح الباب لاكتر هيومن بابيلوما اتش اي في نيسيريا كلاميديا وترايكومونس فاجينالس كمان. طيب زي ما قلنا هنا الكلينيكال بيكتشر مفيش ايتس، مفيش انفلاميشن عنيف، ده الانفكشن بيبقى سوبرفيشال، فبرضه مش هتلاقي فيه اتشنج، على عكس تراكومونس فاجينالس قول زي ما تقول لانه انفلاميشن عنيف فيجي اتشنج ويجي ديسشارج، هنا نو اتشنج. الديسشارج يشبه لحد ما بتاع تراكومونس لان كلاهما بكتيريا فيبقى فيشي ووتري برضه. هنا زي ما قلنا مفيش انفلاماتوري رياكشن لان الانفكشن بيبقى سوبرفيشال. حتى لما بتيجي تاخد مسحه من الفاجينا سواب من الفاجينا وتبص عليها تحت الميكروسكوب ما نلاقيش وايت بلاد سيلز، كان مفيش انفلاميشن فعلا. بس نلاقي بقى حاجة ما يسمى اسمها الكلو سيلز. كلو سيلز سموها كلو لأن منظر الخلية بيدي لك كلو، بيدي لك هنت، بيدي لك دليل على الكوزيتيف أورجانيزم ألا هو الجاردنيلا فاجينالس أو البكتيريا الفاجينالس. نلاقي الخلايا بتاعت البكتيريا سيلز أوف ذا فاجينا في المنظر بتاع الكلو سيلز كومبليتلي كفرد وذ ذا بكتيريا، يعني آدي الفاجينا البكتيريا سيلز أهي وده النورمال فاجينال او نورمال فلورا لاكتوباسيلاي الطبيعي من اطوارهم.
هنا بقى لما بقى تيجي بقى الجاردينيلا فاجيناليس وتريبليس هذه اللاكتوباسيلس، تبقى زي ما احنا شايفين كده كومبليتلي كفرنج الابيثيليال سيلز. تلاقي كمان البي اتش بتاع الفاجينال فلويد زاد، تخطى الحدود الطبيعيه بتاعته اللي هي كانت من 3.8 الى 4.5، هنا زاد عن 4.5 لانه مور اسيدك، لان اللاكتوباسيلاي اللي كانت بتعمل موصلي الاسيدك انفايرمنت تفرز الجين بيروكسيد بقت لوست ريبليس. وهذا التغير هو السبب اللي جاب بقى الجاردينيلا فاجينالس وخلاها تعمل هذا المنظر بلو سيلز، وعدم وجود وايت بلاد سيلز في الديسشارج، لانها يعني لكن يعني انفلاماتوري اكشن انها جاست سوبرفيشال انفكشن، بس ما تستعملش بيها لانها بتفتح الباب ليه هيومن بابلوما فيرال انفكشن واتش اي في وجونوريا تراكوماتس وحتى تراكوموناس فاجينالس. طيب ده كان اول موضوع في الفاجينال ليجنز اللي هو الفاجينايتس. دول الثلاث مين ثري كوزز اوف فاجينايتس، تيرا الفاجينوزس ثرش او الفاجينال كانديديازس او المونيليا فاجينايتس والترايكومنس ترايكومنس فاجينالس. بالنسبه للاسباب هنا في بكتيريا فاجينا قلنا تشينج في البي اتش اوف ذا فاجينا نتيجه تشينج في البكتيريا، استبدلنا اللاكتوباسيلاي بجاردينيلا. هنا اوفر جروس اوف كانديدا بسبب ديستربد اميونيتي او استروجين او براكتسز معينه، والترايكومنس فاجينال السبب طبعا ده اس تي دي. الفاجينال هنا فيشي، وثرش هنا ما فيش ريحه معينه، هو جاست ثيك كيردي او وايد ديسشارج، وهنا فيشي كلاهما بكتيريا. اتشنج وإريتيشن مش موجوده في البكتيريا الفاجينوس، جاست مايلد إريتيشن سوبرفيشال انفكشن ممكن تلاقيها موجوده في الفاجينا في الكانديدا، طبعا هنا موجوده وبرونونسد جدا لانها سيفير انفلاميشن. هنا بيبقى في شويه ديسبارونيا يعني ديفيكالتي ان ديورنج سيكشوال انتركورس، وديسيوريا يعني بين ديورنج اليورينيشن. هنا برضو ديسيوريا ولور ابدومينال بين. فاجينال تشارج ده شكله مهم جدا في البكتيريا الفاجينايتس، بيبقى ثين وميلكي وايت او جراي. هنا فيري ثيك كوتج تشيز لايك، عامل زي التشيز عامل زي الجبنه مجبن وايت، هنا فروثي ويلو جرين. فهنا كلاهما هنا ثين وهنا ثين لانه ووتري او ثين، وهنا بس هو ده ثيك وايت، هنا ممكن يبقى يلو جرين، هنا ممكن يبقى وايتش جريش اي حاجه. ديسشارج هنا بيبقى بيغطي الفاجينا والفيستيبيول عند بتاعه ال مفيش فالفر انفلاميشن لكن فالفر انفلاميشن. هنا مفيش ممكن تلاقي نورمال فايندنج او تلاقي شويه اريتيما ايديما فيشرنج ليشنز، يعني شويه تقرحات في الميكوزا بتاعه الفاجينا. هنا طبعا سيفير فاجينا انفلاميشن في الفالفا فالفايتس في الفاجينا فاجينايتس وايفن حتى في السيرفكس بانكتيت هيموريج يعمل لك ستروبي ريسبت. التريتمنت بقى بيختلف في البكتيريا الفاجينايتس، دايما دول انايروب فياخدوا مترونيدازول تيميدازول او كليندامايسين كريم. ده فانجل فهتدي حاجات فيها الانتي فانجل ميكونازول ونيستاتين. وترايكومون الترايكومونيزيس ده بكتيريا فبرضه ياخد المترونيدازول. طيب نيجي للليجن اللي بعد كده، حاجات يعني نون نيوبلاستيك زي ما يسمى الفاجينال بوليب، برضه زي ما خدناها في الفالفا فايبرو ابثيليال بوليب او ميزوديرمال سترومال بوليب. بتيجي في الومن اوف تشايلد بيرنج ايج، تبقى سوفت بوليبويد او بابيلاري ماس. بوليبويد يعني عامله جاست بوليب كده، بابيلاري يعني السيرفيس بتاعها تفرع الى مالتيبل فينجر لايك بروجيكشن، يبقى في اللور ثيرد اوف ذا فاجينا. من اسمها هي فايبرو ابيثيليال، يبقى في ابيثيليوم سكويمس ابيثيليوم طبعا بتاع الفاجينا، والفايبرو يبقى اندرلاين فايبرو فاسكولار ستروما، وبرضه ممكن تلاقي بلامبي ماي فايبرو بلاست او بيزار مالتي نيوكليتد جوينت سيلز فيها دي الستروما بتاعت البوليب. اللي بعدها بقى بنايت تيومر اسمه سكويمس بابيلوم، هنا بابيلوم ممكن تشوفها في الفاجينا في الفيستيبيول بتاع الفالفا في السيرفكس غالبا اسيمتوماتيك. بروس بتبقى بابيلاري ليجنز فينجر لاين بروجكشن، ومايكروسكوب برضه بابيلي وبرضه لايند باي نورمال سكويمس ابيثيليوم وفيها فايبرو فاسكولار كور، بس طبعا ما فيهاش كويلوسايتس، والا لو كانت كويلوسايتس يبقى دخلنا في سكه الكوندايلوما والجينيتال وور. بعد كده انترا ابيثيليال نيوبليجيا اخذناها طبعا في البينس واخذناها في الفالفا وادي الفاجينا وناخدها في السيرفكس. سكويمس انترا ابيثيليال ليجن هنا يبقى دي فاجينا، فاجينا انترا ابيثيليال نيوبليجيا غالبا في البوست منوبوزال وومن اسيمتوماتيك. كل معظم الفاجينا تبسين نيوبليجيا ده اسوشيتد مع هيومن بابيلوما فايرال انفكشن، فطبعا اسوشيتد مع سكويمس سيل كارسينوما اوف ذا سيرفكس اور الفالفا. لو عندها سكويمس سيل كارسينوما اوف ذا سيرفكس او سكويمس سيل كارسينوما اوف ذا فالفا غالبا بسبب هيومن بابيلوما فايرال انفكشن، فوارد الهيومن بابيلوما فايرال يوصل للفاجينا ميكوزا ويعمل فيها فاجينا انتر ابيثيليال نيوبليجيا. الريسك فاكتورز هنا كوم موستلي هيومن بابيلوما فايرال انفكشن، مع طبعا طالما اسوشيتد مع سكويمس سيل كارسينوما اوف ذا سيرفكس يبقى ريسك فاكتور هنا سيرفايكال انتر ابيثيليال نيوبليجيا.
اسويت مع سكوينس الكالسيوم اوف ذا فالفا، يبقى ريسك فاكتور فالفا انترا اثيليان انفيكشن بالمنطق. جروسلي ممكن لو بان يبان كبينك اور وايتش، يعني ليكوبليكيا بسكالر اكستيليوم رفن خشن شويه، ومايكروسكوبيكالي ده ديسبليجيا، فعندك لو جريد سكويمس انتر ابثيليا نيوبليجيا او ليجن، هي فاجينال انتر ابثيليا نيوبليجيا جريد 1، وهاي جريد سكويمس انتر ابثيليا ليجن هو فاجينال انتر فاجينال انتر ابثيليا نيوبليجيا. فاجينال هنا الفي اي، لان لو في بس تبقى فالف، فاجينال انتر ابثيليا نيوبليجيا جريد 2 اند 3. في الجريد 1 الاتيبيكال تشينجز بتنفولف اللور ثيرد، ولو عندك كوندايلوما اكيوميناتا مش عامله بابيلاري بس جاست فلات بهذه الكويلوسيتيك اتيبيا، برضه بنعتبرها فاجينال انتر ابثيليا نيوبليجيا جريد 1. الفلات كوندايلوما اكيوميناتا بتعتبر فاجينال انتر ابثيليا نيوبليجيا جريد 1 لو موجود. بس الفاجينال انتر ابثيليا نيوبليجيا جريد 2 يبقى اخدت اللور تو ثيرد اوف ذا ابثيليوم، وجريد 3 اول ذا ثيكنس اوف ذا ابثيليوم. طبعا في الهاي جريد سكويمس انتر ابثيليا ليجن هي 2 و3 تلاقي البي 16 امينو هيستوكيميدر زي ما شرحناها في الفالفا بلوك لايك بوزيتيف. ادي مثلا ادي معظم الابثيليوم متاخد، فده هاي جريد سكويمس انتر ابثيليا ليجن اوف ذا فاجينا. طيب ده مثلا مثال على الفاجينال انتر ابثيليا نيوبليجيا جريد 3 للهاي جريد سكويمس انتر ابثيليا ليجن والديسبلاستيك تشينز بليومورفيزم والنيوكلير هايبركروميجيا واخده فول ثيكنس بتاع الفاجينا. ده مثال على الفلات كوندايلوما اكيوميناتا، ما هي كوندايلوما اكيوميناتا لا عامله بقى البابيلاري بروجيكشنز ولا الورتي بروجيكشنز، دي جايه في فلات سيرفيس فيها الكويلوسيتيك اتيبيا اهي، فدي بنعتبرها فاجينال انتر ابثيليا نيوبليجيا جريد 1. وطبعا في الهاي جريد سكويمس انتر ابيثيليال ليجن بنلاقي البي 16 زي ما شفناها قبل كده بتبقى بلوك لايك بوزيتيف رياكشن انديكيتنج الهيومن بابيلوما فايرال انفكشن. في حاجه بقى جديده هنا اسمها الفاجينال ادينوزس. فاجينال يعني فاجينا، ادينوزس يعني تكوين جلانس، يعني بدات جلانس تتكون في الفاجينا. الليجن ده الريسك فاكتور بتاعه مرتبط بنوع معين من الاستروجين كان بيعطى للفيميلز من فترة كبيرة من في 1970. كانت الفيميلز اللي بتاخد داي ايثايل ستيل بسترول نوع معين من السينتيتك استروجين كانوا غالبا بيبقوا بريجننت وومن، وكانوا بيدوهم هذا النوع من السينتيتك استروجين علشان يعني يبريفنت المسكاريج، يمنعوا عمليات الاجهاض بريفنت مسكاريج، او يمنعوا بريماتيور ليبر ان الوومن تولد بدري عن ميعادها، ويمنعوا اي كومبليكيشن اخرى ريليتد للبريجننسي على اساس ان انت بتدي استروجين فبتعمل ستابيلايزيشن. داي ايثايل السيبسترول ده كان بيعطوا او بيتم اعطاء البريجننت وومن في فتره ما بين 1940 1971، وبعد كده في 1971 الريسيرشرز بداوا يلاقوا إن الفيميلز اللي بيتولدوا من هؤلاء المذرز اللي تم إعطائهم داي إيثايل ستيل بسترول، وهذه الفيميلز تشيلدرن يعني اللي تعرضوا لداي إيثايل ستيل بسترول أثناء ما هم في الرحم نيوترو إكسبوجر، لقوا إن بدأ يتكون عندهم كانسر في الفاجينا، وهذا الكانسر عبارة عن جلاندز ولايند باي مالجننت سيلز وذ كلير سيتوبلازم، وهناخد الكانسر ده اسمه كلير سيل ادينوكارسينوم. فبداوا الريسيرشرز يربطوا ما بين تعرض هؤلاء الفيميلز اللي ظهر عندهم كلير سيل ادينوكارسينوم في الفاجينا بالداي ايثايل ستيل بسترول اللي امهاتهم اخذوه اثناء ما كانوا حاملين فيهم. وعلى سنه 1978 طلع قرار بقى بمنع اعطاء الداي ايثايل ستيل بسترول، لانهم تاكدوا بما لا يدعو مجالا للشك بارتباط هذا الكلير سيل فاجينال ادينوكارسينوما بهذا الداي ايثايل ستيل بيستول. فاجينال ادينوزس ده كان الفايندنج، ده بقى البريكيرسر ليجن، هذا الفاجينال ادينوز ده البريكيرسر ليجنز بتاع الكلير سيل فاجينال ادينوكارسينوما. بيظهر في الوومن على سن 30 الى 50 سنه، بيبان هذا الادينوزس، هذا الجلانز اللي اتكونت في الفاجينا اللي بعد كده هتقلب بادينوكارسينوما كريد، حاجه حمراء جرانولر محببه سبوت في الابر ثيرد اوف ذا انتيريور وول اوف ذا فاجينا. بما انك حاطط لي جلانز في الفاجينال وول فاكيد هيبقى فيه اكسسيف ميكويد وفاجينال ديسشارج، لان هذه الجلانز
زي ما نشوف لايند باي اندو سيرفايكال تايد ميكوزا اللي هي ميوكاس سيكريتنج كولومنر ابيثيليوم. فهذه الجلانز بالابيثيليوم بتاعها تفرز ميوكاس فيجي اكسسيف ميكويد فاجينال ديسشارج. مايكروسكوبيكالي لما ناخد عينه من هذه الريد جرانولار سبوت فنلاقي بيبقى فيه اندو سيرفايكال تايب ميكوزا ريبليسنج سكويمس لايننج اوف ذا فاجينا، بدا جزء من النون كاريتينايزنج سكويمس ابيثيليوم ذا فاجينا يبقى ريبليسد باندو سيرفايكال ميكوزا ميوكاس سكريتنج كولومنر ابيثيليوم. مش بس كمان ده، كمان في ميوكاس سكريتنج جلاندز اهي في اللامينا بروبريا تشبه الميوكاس سكريتنج اندو سيرفايكال تايب ابيثيليوم برضه لايند باي كولومنر ميوكاس سكريتنج ابيثيليوم. وعشان كده سميناه ادينوزس بسبب تكون هذه الجلاندز في اللامينا بروبريا، وبيجي للبيشنت ميكويد فاجينال ديسشارج عشان هذه الجلاندز لايند باي ميوكاس سكريتنج كولومنر ابيثيليوم فتفرز ميوكاس كتير. وده الفاجينال ادينوس. وهنا في تو بريكيرسرز، طبعا الفيموس فاجينال انتر ابيثيليال نيوبليجيا لان ده سكويمس فهيعمل سكويمس سيل كارسينوم، وهنا بقى فاجينال ادينوزس فما تستغربش لما يطلع في الفاجينا ادينو كارسينوما لان عندك بريكيرسر ليجن اسمه فاجينال ادينوس. النيوبلاستيك ليجنز بقى طبعا سكويمس سيل كارسينوما، وتبقى برايمري سكويمس سيل كارسينوما رايزنج ان ذا فاجينا من غير ما يكون عندك اي سكويمس سيل كارسينوما نشأ في مكان اخر جنب الفاجينا سيرفيكس او فالفا وانتشرت الى الفاجينا. لا، عشان تقول عليها برايمري سكويمس سيل كارسينوما او ذا فاجينا يبقى طالعه بس في الفاجينا وداوت انفولفمنت اوف اني سراوندنج ستراكشرز اللي ليها سكويمس ميكوزا تقدر تطلع منها سكويمس سيل كارسينوما زي السيرفيكس والفالفا. غالبا بتصيب في ميلز في الستينات. ريسك فاكتورز بتاعتها تشبه جدا الريسك فاكتور بتاعت السيرفايكال كارسينوما زي ما هناخدها، وطبعا على راسهم ان يبقى عندها بريكيرسر ليجن فاجينال انتر ابيثيليال نيوبليجيا اللي اسوشيتد مع الهيومن بابيلوما فايرال انفكشن. السايد بتاع غالبا الابر هاف اوف ذا فاجينا زي الفاجينال ادينوزس برضو بيبقى في الابر ثيرد اوف ذا انتيرير وول، هنا برضو بتبقى في الابر بارت اوف ذا فاجينا. جروسلي زي اي مالجنت تيومر هتعمل اكزوفيتك كوليفلاور لايك ماس او السيراتيف ليجن وذ نيكروزس. مايكروسكوبيكالي ده انفيزيف سكويمس سيل كارسينوما غالبا بيبقى هيومن بابيلوما فايرال بوزيتيف، فتبقى غالبا الانفيجن او نوع الكانسر هنا اندفرنشيتد يعني نون كيراتينايزنج بيزالويد او الورتي تايب زي موضوع البينايل ليجنز او البينايل سكويمس سيل كارسينوما. هنا بقى النوع الثاني من الكانسر اللي هو ريليتد للفاجينال ادينوزس اسمه كلير سيل ادينو كارسينوما. ريسك فاكتور زي بتاع طبعا الفاجينال ادينوزس دايتايل ستيل بيسترول ديورنج بريجننسي نيترو عشان تو بريفنت تريتنج ابورشن. وجود الفاجينال ادينوزس ده ريسك فاكتور غالبا بيطلع في الومن في سن عشرينات 20 ييرز اوف ايج. مايكروسكوبيكال من الاسم ادينو كارسينوما وكلير سيلز، يبقى لما نيجي نوصف اي كانسر زي ما اتفقنا بتوصف شكل الخلايا ايه وترتيبها ايه. هنا شكل الخلايا بولي هيدرال مضلعه الشكل، النواه بتاعتها بتبقى راوندد واتيبيكال طبعا، والسيتوبلازم ابيض كلير سيتوبلازم عشان كده سميناها كلير سيل. وليه ابيض؟ عشان في جلايكوجين فبتسبب صبغه الباص. مميز هنا جدا بقى اللي اسمها هوب ناين. هوب ناين معناها ان النواه دي بتاعتنا بتبروترود بياند الباوندريز اوف ذا سيل ميمبرين انتو اليومن او التيوبيول او السيستيك سبيس اللي هي عاملاها التيومر سيلز. هوب نايل سيل ان النواه هنا زي ما احنا شايفين كده كانها بتبوظ من السيل ميمبرين عايزه تخرج بره الخليه وتقع في اليومن اللي هي عاملاها اليومن دي، سواء اليومن بتاع الجلاند اليومن بتاع التيوبيول اليومن بتاع السيست اليومن بتاع البابيليو وات ايفر. المهم النواه دي عايزه تبوظ وتطلع من كتر ما هي متضخمه او من كتر ما هي مزقوقه من الجلايكوجين اللي متعبي في السيتوبلازم، فتعمل بلجنج من السيل باوندريز من السيل ميمبرين انتو اليومن. هوب نايل ده اول صح، هوب نيل اللي هو مسمار النعل اللي هو مسمار كده بيتحط في نعل الجزمه علشان يصلحها. فاللي شاف المنظر بتاع هذه النواه البروتروتنج من النيوكليوس او النواه البروتروتنج من السيل بوردر الى اليومن شبهه بيه ان هو شبه الهوب نيل بتاع هذا المسمار بتاع النعل بتاع الجزمه. يبقى ده كده وصف الخلايا والكاركترستيك سيل الهوب نيل سيل. ترتيبتهم بيترسسوا بقى في تيوبيولز سيست سموها تيوبيولوسيستيك، ممكن سوليد جروبس، ممكن بابيلي، ممكن كولومز كده وترابيكولي ورا بعض.
فيبقى ده كده وصف الخلايا وترتيبتهم كلير سيل ادينو كارسينوم. طيب التيومر اللي بعد كده رابدو مايوما بناين تيومر اوف سكريتال ماسل رير، بيطلع في الميدل ايجد وومن. لما بيطلع غالبا بيعمل فاجينال بليدنج ديسبارونيا، لان بيبقى بوليبويد ماس قافله الفاجينال يومن وابا فيه، فممكن يبقى بليد يحصل له شويه بليدنج تروماتايزد او حاجه. طبعا ديسبارونيا يعني ديفيكالتي وبين ديورينج سيكشوال انتركورس. مايكروسكوبيكالي زي ما خدنا رابدوميوما قبل كده في الكاردياك وغيرها، سكريتال ماسل سيلز سبندل الى اوفال واباندنت سينوفيليك سيتوبلازم وفيها فايبرس تروما. عشان تثبت ان دي سكريتال ماسل سيلز شوف البروتينز اللي بتبقى اكسبريس في سكريتال ماسل زي الاكتين والديسمين والمايوجلوبين والمايوسين وغيرها. في بعد كده اخر ورم عندنا في الفاجينال امبريونال رابدو مايوساركوما او بيسموه ساركوما بوتريويدز. البوتريويدز دي علشان زي ما هنشوف الجروس بيكتشر بتاعها، هذا الورم بيطلع من الفاجينا كانه يشبه احد النباتات اللي هي ريليتد للجريبس، ريليتد للعنب، سموها بوتريويدز. شوف المنظر. المهم الرابدو مايساركوما اخدناه طبعا لما اتكلمنا عن ديزيز اوف انفانسي والشايلد هود، قلنا ده الموست كومن سوفت تيشو تيومر، سوفت تيشو ساركوما في الشايلد هود والادولسنس، يطلع من الرابدو مايوبلاست ويطلع في الايدندينيك والجينيتو يورينري، اهو ده مكاننا جينيتو يورينري والابدومينال. وفي اربع انواع اللي هي الاي ابس امبريونال والفيولر وبليمورفيك وسكليروزنج، وهنا اشهرهم اللي بيطلع في الفاجينا امبريونال، يجي في الانفانت واليانج تشيلدرن، وقلنا سميناه بوتريويد لان بيشبه البانش اوف جريبس ابا من الفاجينا. قلنا ساعتها الجيناتكس اشهرهم الالفيولار رابدوميساركوما، بيبقى فيه ترانسلوكيشن بيلزق الباكس 307 مع الفوكس او 1. والمورفولوجي برضو كلمنا في عجالة عن الميرابدو مايساركوما، قلناها دي سمون راوند بلو سيلز مع سكليتال ماسلز فيتشرز. بتترصص بقى الميرابدو مايساركوما ده إلى بيبقى فيه كامبيوم لاير تحت السلفات سكويمس بتاع الفاجينا، وبعد كده هايبو سيلولار لاير، وهنشوف الكلام ده كله. وامينو هيستوكيمس طبعا ده سكليتال ماسل، ففي الديسمين والمايوجلوبين والمايوسين والمايوجينين والمايو دي 1 وغيره. طيب ده الامبريون ابدو مايسكوما، ذس ذا موست كومن فاجينال ساركوما، بيجي في الانفنت واليانج جيرلز اقل من 5 سنين، فيري اجريسيف. حتى قلنا في البروجنوزس ان البور بيبقى او الاجريسيف انترميديت بروجنوزس اللي هو الامبريونال، هنا ده اجريسيف تيوم. من الاسم ساركوما بوتريود يبقى ماس اوف سمول ترانسلوسنت نوديولز بروترودنج فروم ذا فاجينا، اهو ادي الفاجينا وطالع منها ماس من نوديولز ابا من الفاجينا، اهو ده يشبه لما اللي شافه قال ده يشبه البوتريويد، هذا النبات اللي يشبه الجريبس بانش اوف جريبس، فسموه ساركوما بوتريويد. مايكروسكوبيكالي قلنا هذه المالجنان سيلز بتترصص في طبعا فوق الابيثيليوم بتاعنا السفاد سكويمس ابيثيليوم بتاع الفاجينا، وبهنا هنا اتينيويتد مضغوط من التيومر اللي تحته. بعد كده تحته الكامبيوم لير، قلنا ساعتها ان الكامبيوم لير دي بيبقى فيها تكدس من سمون راوند البلو سيلز بتاعتنا، تاخد شكل راوند، تاخد شكل سبندل، والنيوكلاي بتاعتها هايبر كروماتيك. وتحت هذا الكامبيوم لاير في بقى سيلولار لاير اخف، سبارسلي سيلولار لاير، سيلولار لايرز مش مكدسه زي الكامبيوم لاير اللي فوق، ففي سكاتر سمول راوند بلو سيلز، بس هنا ستروما بقى هي الغالب، ديمتس او ميكزويد، وهنا تلاقي الرابدو مايبلاست لارج سيلز الريجولار elongated يعني مطوله شويه، والسيتوبلازم بتاع السينوفيليك، هي دي الرابدو مايبلاست. وفي الرابدو مايبلاست قلنا بيبقى السيتوبلازم بتاعها مطول عشان بيبقى مليان فيه thick and thin filaments دي سكليتال muscles، والنواه بتبقى اكسنتريك عشان السيتوبلازم معظمه محتل بالثيك والثين filaments. وساعات الرابدو مايبلاست تاخد شكل rounded او elongated وعامله زي التادبول، احد اطوار النمو بتاع الضفدع تادبول. كامبيوم ده اللاير دي اتسمت كامبيوم عشان الى حد ما تشبه لاير مشابهه في البلانت ستراكشر، ان الكامبيوم في البلانت ستراكشر ده عباره عن خلايا اندفرنشيتد وملزقه في بعض، احد يعني فيستولوجي اوف ذا بلانت. فلما لقوا الخلايا هنا برضو اندفرنشيتد سمون راوند بلو سيلز وملزقين في بعض، قالوا ده يشبه الكامبيوم بتاع البلانت. والرابدو مايبلاست زي ما قلنا اشكالها بتبقى يا اما خليه كبيره والنواه على جنب والسيتوبلازم كتير ومحتل لانه في فيلمنت، او تشبه التاد بول سن اللي هي احد اطوار
الفروج يعني. يبقى الرابدومايبلاست دي بتلاقيها في الاندرلاينج سبارسلي سيلولار ريجون تحت الكامبيوم. يبقى انت عندك فوق اتينيويتد ابيثيليوم، وبعد كده عندك كامبيوم مكدس بالخلايا، وبعد كده يرجع تاني التيشو يفك ويبقى سبارسلي سيلولار، وهنا ممكن تلاقي الرابدومايبلاست. يبقى اتروفيك ابيثيليوم وتحته التكدس، كان يعني الثيكنس بتاع الابيثيليوم انتقل الى اللير اللي تحته اللي اسمها الكامبيوم، كلها سمول راوند بلو سيلز اندفرنشيتد بريمتيف. وبعد كده في البراح بقى تلاقي في الخلايا الكبيره اللي هي الرابدومايبلاست في الاندرلاينج سبارسلي سيلولار ريجن. طيب الاستيجنج بتاع الفاجينال كارسينوما برضو البي تي مع الفيجو، بي تي اكس كان نوت بي اسيست، بي تي 0 نو اوف ذا برايمري تيومر، بي تي 1 اللي هو فيجو 1 كونفايند تو ذا فاجينا، بي تي 1 اي كلهم دول فيجو 1 اقل من 2 سم، بي تي 1 بي اكتر من 2 سم، بي تي 2 اللي هو فيجو 2 انفيدز البارافاجينال تيشو بات نوت تو البلفيك وول، 2A و 2B كلهم فيجو 2، 2A بارافاجينال تيشو بات نوت تو البلفيك سايد وول اقل من 2 سم، T2B انفيدنج بارافاجينال تيشو بات نوت تو البلفيك سايد وول اكتر من 2 سم، بي تي 3 هنا فيجو 3 راح بقى للبلفيك وول، ماسل فيشيا نيورو فاسكولار ستراكشر سكريتال بورشن اوف ذا بوني بلفيس، كلينيكال اكزامينشن ذير از نو كانسر فري سبيس بتوين التيومر والبلفيك وول، يعني التيومر راشق في البلفيك وول، او ممكن يوصل كمان الحاجات بتاعت اليورينري سيستم يعمل لك هيدرو نفروزس اور نون فانكشننج كده. بي تي 4 انفيد بقى الميكوزا اوف بلادر ريكتام او اكستاند بيوند ترو بلفيس، يبقى ده كده تي 4. ريجنال ليمف نود بي ان اكس ريجنال ليمف نود كانوا بي اسيست ان زيرو نو ريجنال ليمف نود بي ان زيرو اي بلس في ازوليتد تيومر سنسيتيف في البريست اقل من 0.2 مللي، والبي ان 1 بلفيك رونجاينا ليمف نود متاسس. يعني كده من الديستنت متاسس ام زيرو نو ديستنت متاسس وام 1 اللي هي فيجو 4 بي في هنا ديستنت متاسس. البولس اديما دي بيبقى اديما كده عنيفه في البلادر وول لدرجه ان هي تخلي الميكوزه تقب وتعمل حويصلات فيزيكالز بهذا الشكل. فعلشان يعني بولس ديما دي اذا وجدتها في البلادر ميكوزا في عيان عندها فاجينال كارسينوما اتس نوت سفيشنت ايفيدنس تو كلاسيفاي ذا تيومر اس بي تي 4، عشان نقول بي تي 4 او 4 اي فيجو، لان هنا ال 4 بي فيجو ده ديستنت متاس، 4 اي هنا لازم التيومر تشوفه انفيدنج الميكوزا اوف بلادر اور الريكتم، مش بس وجود اديما بولس اديما حتى لو اديما عنيفه عامله بولي، واللي دي اللي هي اكبر من الفيزيكالز في لغه السكين. فهنا ماركت اديما في البلادر ميكوزا تعمل هذه الفيزيكالز از نوت سفيشنت تو كلاسيفاي الفاجينال كارسينوما الى بي تي 4. طيب كده احنا خلصنا الفاجينال ليجنز. الرقم 3 ان شاء الله هتبقى السيرفكس، وهنا ناخدها في محاضره لوحدها لان فيها كلام كتير، وهنتكلم كمان عن الباب سمير. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.